قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى أدونك وحو إنو كان إني نعابدنه سأين إلهي سحقه أو صحا أين أعابدنه وإني نبرن دينتا عرورتيننا أين نبرن دينتا فرصد والباء أوات كبرن كرتيد دينتا إسلامك أم بس عرورت هذا أغو قرقاري كرتيد إن أي برتان دينتا إسلامك وحهبون إن أي نكفى إيديسنه. هذا بحال كان وحيد ينكو ديارة مركز أهل القرآن أونلاين وقاد كبرن كرتيد قرآن ككريم كأ هيقادة لوقادة عربيقة تربيادة إيو وليبا فقهيقة إسلام كأ تجويد كأ قرآن ككريم كأ إيو الدعوين كأ إيو أذكارتا إيو وحي كلاقي كتب إيقاد استراهديد واد أباهمتا هاي أذيقة إيو عرور تاذوبا. هذا با كسو دوادا مركز أهل القرآن أونلاين تليفون نمبر هدرا وحاكا أركيسان شاشدة أيقوة واتساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما ولا لها قيمة هي قدر انت مضان ايكو حدن شانل كينن فاطمة منا شانل خير ايا برواق بضان ايان اذي رجين يا ميربو دافا دوني ذكالة شوكتان ايا حلو والبو اذي سو قادو فيديو جن. قصة تاني وقصة دبقه او قصص كينو دم ايادو وذا دبق يرون اي وذيهين حتانا قصة دو مركة اي تهي قصة قف سومالي كدعضي او اساقي بقف كي نهور تاغيو انو غشاكينيو. والله قصة داني وقصة مركة قلبك اد اتابانيسا وانا قصة دماتين انو وذا قلقليسا او انوغو قصبايسا ان اينو كفيرسانو وحبادان او اينو كدقانو خاصة دادك ودن كي تشوغا. إنان تاني وإنان سومالي ذهر سومالي لان غار أهان أه وحا أي كشاكي نسا دعضو أي لكولان تاي أو وليبا دعضا داسي إيادا يقويس كيدو أي لكولمين. إلهي سبحانه وتعالى وحا وماركتاي إن قدري إن أي ولاشاني إنو سو قد بسو قصدتان رونهان تي مرار بضان 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 أي إنو كسو قد بني يعني شانل كان او آن هبا ولي بولا لها كلاي يوتوبر لي ذا أمبا تي في ذا أمبا بيلا بضان او وعي قلين تا قيب اللي باحا كقادة تا ان اي كهدلان مرار بضان ان لا اسكبارو شقالها قريها ان لا اسكبارو قفك اد قرساني سيد سبتا او وقتigan زمن كان وحوال با سيدي هوري ماها ان رنتي عافمات كا wax badan oo isbedela ayaa ku yimi sanadadii dambe. Dadku waxa way ilbaxeen, waxay ogaadeen inay jiraan xanuuno badan oo lagu kala qaado qaabab kala duwan. Taas marka ay meesheeda tahay oo talooyinkaasi dabcan sanadadii dambe ay soo bateen, waajibna ay nagu tahay runtii inaynu talooyinka qaadano. ان هدي اي تهي قفك اللي قرسنه يو يعني قبر هدا تهي انك هاد قرسنه سيد اما نين هدا تهي قبر هاد قرسنه سيد ان هاد اسكباري دعاف ماتكي سيدو اينو مرر بادن كهدلني اسلام مراهان تانا هدانا شقالها قريها خاصة تنكوش الشاي ايان سومالي باهين اي دلالك كالي اينو غسو شقتكي ان لا اسكبارو وحبكا ما بي اينو يسو قفكا متقاني دولشي سيهور مؤقيد إن هدنا وحا وكيمي با ودن وكبذيين حانو نادقار اي كبذيين حانو نادقار هدي آد قفكان اسكباديد وحا اون با كتشرتا إن تحدر ايون با كتشرتا إن آد نفتادي يوبتكاقي يو ماركتي إن تذكي كوغو هري ريسنا آد أمني قودة عافماد آد كشاقيسي وحبا كومتشبنا إن هدي شقالهو اي هاوشاسي أم باباريتانا داسي اي ديدان waxa dhici karta marka inay wax isku ogihiin. waxa ka fiican markaasi inta shaqada siin lahayd ay ku soo gali lahaayeen in aad qof kale raadsatid. runahaantii Soomaalidu way is aamintaa oo waxa laga yaabaa inay yar oo miyi ka timi ama baadiye ka timi oo ay maxay hayday in yani haday rabtaba qaraabo sare leeyahay inaanad saa uga shakiin. inkastoo iska fiican tahay qof walba in la iska baaro, haddana markay dadku dad shisheeye yihiin meelo kala duwan ka yimaadeen wadamo ay ku badan yihiin xanuunada qaar ay u ka yimi qofkani, si gaara ayaa mas-uuliyadii kaaga saaran tahay inaad shaqaalahaasi iska baadhid.
run ahaantii qisadatan gabadha ay ku dhacday ba iyadu la kulantay ayaaba afkeeda inu ugu soo gudbinaysa wax badan oo faahfaahin uma baahna hadaba ku soo dhawaada oo ila dhageysta markuu ii sheegay wala raxmaay inantu waa positive xanuunka HIV baa haya macbuudka isameeyay baan ku dhaartay waan kici kar way mobilkan gacanta ku haydo ku dhacay saasan gabigeygii buu bariiray dadban idin salaamaya akhyaartida reer TikTok asxaabay waxaan rabay inaan idin la wadaago barnaamij yar oo iyagii la soo dhaafay magarna saayay igu dhacay taaso ilaahay shimbir iiga dhigay dhaqtar ka mid ah dhaqaatiirteena Soomaaliland waxaan jecelaystaa aniguna fariintan u soo gudbiyo kayga dhamaantoodba si ay magarna saayay ilaahay shimbir uga dhigo dad farabadan oo daacadaha sidaydo kale badanaa waynaga ma aragtay oramada inta badan ay guriyaha ino joogan haddii ay shaqaalata iyo haddii ay washmaanta iyo kulli waxa mudafar bilood ay la joogtay gabadh oramada bishii shanaad dhexdeedii markay ahayd adoo afar bilood iyo dheeraad markay la joogtay bishii shanaad u socoto ayay intii xanuunsatay kadib markay xanuunsatay anigu xanuunkeedu wuxuu baan u maleeyay gastriyo intan laabti ka caabanaysay kadib markay xanuunsatay ayaa waxaan tiray waxaan rabaa inaan iska tago ayay waayay way iga tagtay inaan kala iska qabsaday oramada inta badan oramada wax sababtan u jecelahay ma baxaan meelna tii magaranaysaa ma tagaano inta badan guriyaha joogan saas darteeda ayaan magaranaysaa shaqadeeduna aad buu gaadid yihiin intooda badan saas darteed baan u jecelahay inay oramadu shaqeyso kadib mid kala iska qabsaday waxa dhacday waxa ay timiday inantii iga tagtay ayaa week markay iga maqneyd bay igu soo noqotay galab baan guriga uga yimiday oo barandaha fadhido isugeysa una iska waraasiyad noqotay ma caafimaaday may walaal wali waan xanuunsanaya waxaan rabaa inaan Itoobiya tago meel aan jiibsadaan waayay adu waxyaabaha soo kale igu tiri runtii aad baan uga naxay waxaan ku dhuhuun halkan iska chief gurigeyga in alaalintaad ka caafimaadayso markaad caafimaadada rabtay inaad tagto iska tag anaa dhaqtarku geynaya halkaas iska jiibsan ku dhig gurigeyga waxba yaan hadal idinku daalinayna inantii hayabay igu tiri muddo laba cishaa markay joogtay ayaan maalinta saddexaad dhaqtarkii geeyay subaxii baan ku dhuhuunayna mar dhaqtarku geeyay sabti ah ina mar dhaqtarkii baan tagaynaayay way ka caga jiidi dhaqtarkii yacni may rabin inaan geeyo anaa wuxuun baan isleeyay malaha waa subaxdaa horey diidinto in iska jiiftay rabtaayo ilinka dambe un meelaha inaad kaxaysay meelaha doonaysaa waxaan ku dhina mar imikaan tegayna dhaqtarkii waan kaxeeyay dhaqtarkii baan geeyay ilaha kheyr hasii dhaqtarkaasi inanka ajar iyo xasanaad allah ka siiyo mar alaala markaan inantii u geeyay wuu i wareystay wuxuu kuuri walaala raxma inantan intay leg bay ku shaqaynaysay waxaan kuuri walaal mindi afar bilood ila joogtay ma iska baadheysaan kuuri may waxaanma baadhinta walaal waa inantaa quruxdaale gastri baa haysay gastri inanta ka baadh baan kuuri meesha ma soo dhiganba wax kala jira wuxuu igu yidhi walaalo inta badan xablaha xabashada iyo dadka xabashada iyo oramada iyo dadkaasi xanuunka la yidhahda h i v gu wuxuu ugu dhacaa sida durayga oo kale marka waxa qurux badan markaad guryaha keensanaysaan inaad iska baadhaan runtii anigoon magaranta saas ugu qanacsanay in aaminsanay inanta inay caafimaad qabto oo inaan kun ku tixgeliyan kuuri bal waay walaale ku daran maxaa la yidhahdaa kaaliftarkiisana ka baadh baan kuuri markuu una ishika geliyey ilaahay dee markuu shimbir kaaga dhigayo uu magarana saayay cid unbuu ilahay kuu soo diraa ilaah raxmaankii wiilkaasoo noo diray waxaan kuuri walaala noo iigu dar baan kuuri ka baadh sagalaftarkiisa waxba ayaan hadal idinku daalin inantii cudurkii buu ka baadhay h i v gii positive bay noqotay hadal idinku daalin nicol bay soo dhexgalay dhakhtarkii jawaabtii markuu sidaa u arkay ilaahay baa saa igu ooge u kacaa fadhiistay orod buu wuxuu ku tegay qoladii laabka kadib waxaa lagu yihi laba jeer baan ku celinay uu igu soo noqday markuu ii sheegay yihi walaal raxmaay inantu waa positive xanuunka h i v baa haya macbuudka isameeyay baan ku dhaartaye waan kici kari waay mobilkan gacanta ku haydho ku dhacay saasan gabigeygii buu gariiray haddaba xilligii ayaan wax guriga joogay caruurtii guriga joogtay tii kale oramadan keensaday aan dhakhtarka kusoo shubay gabiga ahaantayaba aan iswada baadhnay daba ilaahay waa naga badbaadiya naga alxamdulilahi rabbi alcaalamiin fariintan waxaan u dirayaa dhammaan hablaha reer somaliland iyo qof kastoo ay khusayso arrimaha noocaan oo kale ih inuu ka digtoonaado oo oramada markaynu guryaha keensana aynu iska baadhno kolley kama maarmayno de waa kuwana way noo shaqaynayaane laakiin markay inoo yimaadaan aynu guryaha keensana hadday waashmaan tahay iyo hadday inaan kale guri ka shaqaynaysa tahayba inaynu iska baadhno in xaaladooda caafimaad sheegarayno muhiim bay inoo tahay inantii si deg dega ayaa wakhti xaadirkiiba aanu uga saarnay magaalada aan ku nadhi si toosa u tag xanuunsanasaasubxaanallah alcaiim walaasha qisadu ku dhacday ee noo soo gudbisay ilaahay subxaanahu watacaala waa badbaadiyey iyada iyo reerkeedaba iyo weliba inantii cusbayd ee u shaqaynaysay calashaan iyada inantan iyo ciddii ku hareereysanayd ba ilaahay subxaanahu watacaala uu ka badbaadiyey xanuunkaasi in ay ka qaadaan gabadha xanuunsanaysa gabadha xanuunsanaysa iyo cid walbo bogta ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad taama inuu siiyeeno ilaahay ka baryayna isla mar ahaantaana inta caafimaad qabta caafimaadkooda inay ku waaraan baynu ilaahay ka baryaynaa oo ilaahay subxaanahu watacaala nas'alu llaha asalaamata waalcaafiya ilaahay inuu xanuunadaas iyo dhibaatooyinkaas oo dhan ilaahay inaga xijaabo ilaahay inaga qabto ayaynu ilaahay ka baryaynaa ha yeeshe inuu qofku markasta dadaalo oo uu ku taxaduro waxyaabaha badbaadadu ay ku jirto oo ugu horeyso shaqaalaha cusub ee gurigaaga imanaya haddii aad tahay qof afrika jooga oo shaqaalo qabsanaya in aad aada isaga baadhid sidoo kalena mar walba taxadurka qofku inuu bato
إن جوركا إيو وحيابها ماركتي إن أنبا سيابك لدوغن أو حنونة لغوقا دابا إن لغتا حدورو أو مروالبا لايس بارو وقف وقف جورسن يو بارو أينو ماركتي إن اسكو بورينينا أو أينو اسكو لا تالينينا بإذن الله تعالى هادابا قصة التاني وبقصة إن أنتي قصة لكل أنتي أفكي ذي إنه جسوا قد بسي إلهي سبحانه وتعالى أنت أي ولا شاسي ولا له إذا مسلمين تا أي وجد جيسو أي محيا هذي ولي بس وما لذا أي وجد جيسو إلهي سبحانه وتعالى ميزان حسنات كذا الله وجر ذو إن إلهي سبحانه وتعالى شر يا شيطان والبا الله ينجا قبته وكم هتصنت بينه لنا ولا شاس أدي أدي أدنى وان إذن كما هدنا قيا إن أعلى سعوتين برنامج كان إيو سيدو كالي برنامج يدا كالي إيان كسو دايو چانل كنن فاطمة منا چانل إنتي لكو كل مدونة برنامج يكالي وحالي ديكي قتقيا في أمان الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودعي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى أدونك وحو إنو كان إني نعابدنا سيأينو إلهي سيحقه أو صحة أينو عابدنا وإنينو برانو دينتا عرورتيننا أينو برانو دينتا فرصد والباء أوات كبران كرتيد دينتا إسلامك أم بس عرورت هذا أغو قرقاري كرتيد إن أي برتان دينتا إسلامك وحهبون إن أينو كفا إيديسنو. هذا بحال كان واحد يكون ديارة مركز أهل القرآن أونلاين وعاد كبرن كرتيد قرآن ككريم كأ هجادة لغة عربية تربية إيو وليبا فقه إسلام ك تجويد ك قرآن ككريم كأ إيو دعوين ك إيو أذكارتا إيو وحي كلاي كتب إعاد استرهدد واد أباهم تهاي أذيغا إيو عرور تاذوبا. هذا با كسو دوادا مركز أهل القرآن أونلاين تليفون نمبر هدرا وحاكا أركيسان شاشدة أيقو واتساب.